سننتقل إلى حصة التاريخ ودرس جديد هو درس السعديون. سندرس النشأة والتوسع وأتدرب على دراسة النص التاريخي. إذا ستأخذ المطبوع كتاب تلميذ من الصفحة 50 إلى 50 لدراسة النصوص المتعلقة بهذا الدرس. إذا بالنسبة للسعديون فالدولة السعدية نشأت في بداية القرن السادس عشر، أي منذ 1510 ميلادية. إذا كيف نشأت الدولة السعدية ومن أسس هذه الدولة؟ سنتعرف على ذلك من خلال النصوص المتعلقة بالدرس. إذا بالنسبة للدرس الأول، إن سبب قيام أبي عبد الله القائم أن أهل السوس أحاط بهم العدو ونزل بجنودهم من كل جهة، فلما رأى قبائل السوس مدامهم من طمع العدو في بلادهم ذهبوا إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن مبارك وطلبوا منه أن يعقدوا له البيعة، فامتنع من ذلك وقال إن رجلا من الأشراف وهو أبو عبد الله القائم بدرعا يقول إنه سيكون له ولولديه شأن، فلو بعتهم إليه وبيعتموه كان أنسب بكم، فبعتوا إليه وكان من أمره ما كان. إذا بالنسبة لأبو عبد الله القائم هو مؤسس الدولة السعدية. إذا بالنسبة لأهل السوس هم الأمازيغ، وقد أحاط بهم العدو، والمقصود هنا بالعدو البرتغاليين، البرتغال. إذا أحاط بهم العدو من كل جانب، فبطبيعة الحال بعثوا إلى أبي عبد الله محمد المبارك، وهذا الأخير رفض وأشار إليهم بأبي عبد الله القائم الذي بطبيعة الحال سيقبل البيعة وسيكون هو مؤسس الدولة السعدية. بالنسبة لقيام الدولة السعدية أو ظروف قيام الدولة السعدية، إذا تم في العام المقبل بعده وهو عام 960 16 هجرية 1510، بعث له أي محمد القائم فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل واستدعوه إلى تقديمه عليهم وتسليم الأمر إليه، فلما دعوه إلى لبى دعوتهم وأجاب رغبتهم وجاء معهم إلى قرية يقال لها تيدسي قرب تيرودنت، فبايعه الناس بها بقلوب متفقة وأغراض على الجهاد مجتمعة. إذن هنا نلاحظ قبول أبو عبد الله القائم بمبايعة فقهاء المصامدة شيوخ القبائل الذين أرادوا أن يكون إماما أو مؤسسا لدولتهم وهي الدولة السعدية. إذن بالنسبة أستغل نصا تاريخيا لتعرف مراحل توسل الدولة السعدية. إذن هنا لدينا نص تاريخي يؤرخ للمعركة التي قامت بين الدولة السعدية والبرتغاليين، وهي معركة وادي المخازن، وادي المخازن أو تسمى أيضا بمعركة الملوك الثلاثة، الملوك الثلاثة أو معركة وادي المخازن. إذن هذه المعركة قامت بين الدولة السعدية والبرتغاليين، وبطبيعة الحال فرحل الطاغية ونزل على وادي المخازن، ثم تقدم بجيشه وعبر جسر الوادي، فأمر السلطان بالقنطرة أن تهدم، ثم زحف السلطان أبو مروان إلى العدو بجيوش المسلمين، وانضاف إليه من المتطوعة كل من راغب في الأجر وطمع في الشهادة. إذن بالنسبة لهذه المعركة توفي فيها ثلاثة ملوك، وهم دوم سيباستيان وأبو مروان وعبد الملك، لذلك سميت بمعركة الملوك الثلاثة. لماذا؟ لأن توفي فيها ثلاث ملوك، وملك البرتغال هو دوم سيباستيان وأبو مروان وعبد الملك، بطبيعة الحال هذو ملوك سعديين. إذا هذه كانت من نتائج معركة واد المخازن. إذا النص الرابع يقول: وأتته أحمد المنصور الأكابر من كل بلد، عرب وعجم وبربر، وجدد البيعة وأخذ معهم في الاتفاق على تأمين الطرق، وأصلح أحوال المغرب في أيام قليلة، وارتحل إلى مراكش ودخلها وأخذ في إصلاح البلاد والعباد، فانتشرت العافية وظهرت الهدنة من باب تازة إلى أقصى السوس، وأخذ في ترتيب الجيوش ضبطها إلى أن تمكن في سلطانه وقوي أمره. إذن ملخص الدرس
نشأت الدولة السعدية أو نشأت الدولة السعدية في بداية القرن السادس عشر، أي منذ سنة 1510 ميلادية، على يد أبو عبد الله القائم. إذا بالنسبة لأسباب نشأة الدولة السعدية، هي أن العدو البرتغالي داهم السواحل المغربية أو الشواطئ المغربية واحتل جل مدنها، مثل مدينة الجديدة أو ما يسمى بالبريجة، وأيضا سواحل متعددة. إذا نتيجة لهذه المداهمة ستقوم أو ستنشب هناك حرب أو معركة تسمى بواد المخازن، وأيضا هذه المعركة تسمى بملوك ثلاثة. لماذا؟ لأن توفي فيها ثلاث ملوك، وهم دون سيباستيان وأبو مروان وعبد الملك. إذا هذا من الدولة السعدية، وهذا كان هو ملك البرتغال. وطبيعة الحال بعد هذه المعركة ستكون هناك نتائج جيدة على الدولة السعدية. إذا بطبيعة الحال ستتطور هذه الدولة وستصل إلى أوج توسعها وأوج عظمتها على عهد المنصور السعدي وغيره من الملوك السعديين. إذا لمتابعة هذا الدرس والتعرف عليه بطريقة جيدة، ننصح بالرجوع للنصوص التاريخية المتعلقة بهذا الدرس من أو موجودة في الصفحة 50 إلى الصفحة 53. إذا كان هناك أي استفسار حول الدرس، إذا لا تترددوا في السؤال لمعرفة المزيد، وشكرا.